تتميز الحالة الجوية عامة بسماء أحيانا غائمة مع أمطار وزخات محليا رعدية بالواجهة المتوسطية الريف السهول الشمالية والوسطى مرتفعات الأطلس وسوس أمطار متفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية الجنوب الشرقي وشرق المملكة تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وقمم الريف التي تفوق 1800 متر هبات رياح قوية إلى قوية جدا بالبوغاز الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي بحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز بحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين أصيلة والدار البيضاء هائج إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط درجات الحرارة الدنيا تعادل 11 درجة بكل من طنجة والرباط 13 درجة بالدار البيضاء 12 درجة بأسفي 11 درجة بمراكش 13 درجة بأكادير و16 درجة بالداخلة أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 13 درجة بطنجة 19 درجة بالرباط 20 درجة بالدار البيضاء 16 درجة بأسفي 16 درجة أيضا بمراكش 17 درجة بأكادير و22 درجة بالداخلة